ونكملوا هداب اليوم. ما بغى نكمل هذا الموضوع عن اليوم. تبارك الله عليك انت اليوم، والله الا تبارك الله عليك. مالك فضحتيني وشوهتيني قدام العائله بحال ما عمرك ليتي النعم. بلاتي قيد النمره ديال الكارديان. تقيد النمره ديال الكارديان وكنهضر معاك دابا. خليني نهضر معاك، خليني مع نمره الكارديان. اش داك الشوهه درتي لي وحشمتي بيا قدام الناس؟ بلاتي ما مركزش معاك. بلاتي وحيد التليفون ركز معايا. صبري عرفتي من قبيله بغيت نقولها لك، ما قدرش نبقى صابر. مبغيتش نخسر لك خاطرك، مبغيتش ولكن اخويا ما بقات هذيك الهضره ديال السيده اللي قالت لي بقات كدور لي في دماغ. شكون السيده؟ السيده اللي كانت في الدار. واش ما كنطيبش لك انا ماكله الدار؟ قالت يا صبر 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 صبر، ما خليتينيش حتى نركز شنو كندير. حياتي واش غتهرب بهاديك النمرة الكارديان؟ ما غنبقاش عاقل عليه. شنو المشكل؟ قلت لك حشمتي بيا اليوم قدام الدار. فاش؟ في الماكلة. أويلي يوسف، الماكلة كيفاش أنا ماكلة؟ اش درت بلاتي؟ ما فهمتش في داركم ياك؟ مشيت فاش مشينا لدارنا، فاش مشينا لدارنا حنايا. اش هاد الماكلة كدير؟ ياك فطرتي هنايا؟ عاودتي مشيتي فطرتي تما. فين هو المشكل؟ عييت من غمس فيك، حطوا الغدا عاوتاني تغديتي وكتغدى وكتاكل. حشمتيني قدامه وحشمتيني. ما ناكلش. ولكن لا، واش ما راك الماكله اللي كتاكل؟ ما عرفتش واش كتجيك ماكله. كيفاش هاد الماكله اللي كناكل؟ واش كتجيك دار؟ شنو الهضره تتهضري؟ ما فهمتش شنو من قبيله وحنا ساكتين. ما عجبنيش الحال. راه من قبيله وانا ساكته، ما بغيتش نجبد معاك هاد الموضوع. خفتك تقلق. انت تخليتها مشي للدار وديك الساعه نهضر معاه. السيده اللي كانت كل ما كانوش ديه بعدا، السيده اللي كانت ولات حشات لي الهضره. قالت لي واش نقول لك، واش ما كتطيبيش ماكله الدار الراجل؟ قلت لها علاش؟ قالت لي تبارك الله كلا. وشنو هي هذه زعما راجلك راه كلا بزاف؟ ايوا علاش هما حاطين لينا داكشي باش نبقى نشوف فيه؟ ماشي باش نبقى نشوف. بعد انا كاع ما كليت بزاف. ما كليتيش بزاف؟ هرس. واش هو يهرس؟ ما قولي علينا يا ربي السلام. علاش ضربتي لي دابا انا؟ واش انا ضربتك؟ صافي سكتي. علاش غادي نسكت؟ لا ما درتش شي بحال قدام دارك. صافي سكتي مره اخرى، ما نمشيش معاك لداركم. هادي ما تمشيش. اويلي مين انت يا حشم بك وهاد الشيء كامل؟ ما دينيش. اش فاضحاني سيمانه هادي غنمشيو لدار؟ اي سيمانه نمشيو لدار. ما تاكلش بديك الطريقه. ما ناكلش كاع على لا ياك. لا كول ماشي ما تاكلش. حطوا لنا الماكله من هنا. حطوا الفطور دخلتي فيه. وانت اصلا حطيت لك هنا الفطور. بعدا فطرنا هنا في الدار. مشيت الفطور دخلتي فيه كنغمس فيك. عييت من غمس فيك. واش عمرني قلت لك الراجل بغى يشوف فيا؟ واش انا عمرني قلت لك هاد الهضره؟ فين مشيتي معايا لدارنا وقلت لك هاد الهضره هذه؟ اي ولكن حتى انا ما كنتكاش هاد الهضره هذه اللي قلتي. راه عيب. عيب ولكن انا ما درتش ديك الماكله ديال الجهاله اللي درتي اليوم انت. عاودتي الفطور تما. ما بقيتي كتاكل بزاف. ما فهمتش. ما فهمتش انا السيد بحال شي شهر مخليك بالجوع. حتى السيده ولات كتحشي ليا بالهضره. كتقول لي واش ما كطيبيش خبز ديال الدار؟ ما كطيبش هي كاع شي مالك. برزتيني في هاد اللحظه هادي. والله راسي انا مفيق مع 8 الصباح غادي كنجري. نسيتي؟ صافي تقاد كلشي دابا. مرض كيدير دابا. اللهم نقول لك انا ولا نقول لك واحد اخر؟ لا انا ما بقيتش غنمشي عند هاد الواحد اخر باش يقولها لي مزيانه. مرقت انا والله حتى مرقت. عرفتي غرقت في حوايج قبيله. وليت كنقولها ويلي. وليت كتقول لي واش ما كطيبش ماكله الدار لراجلك؟ من قلت لها لا كنطيبها خالتي. علاش؟ قالت لي
تبارك الله كلا عرفتي طولات زعما راجلك دخل في الطباسل. الله يحبك باغي نعس عيش انا والله اش هاد وسبحان الله من كنطيب لك انا الماكلة ما كتاكلهاش من كتمشي للدار تبدا تاكل بحال هكا الطريق ما نبقى نمشي معاك لا داركم لا والو مزيانه ملي محشم بك برك في داري احسن لك نيت بقى تفرحني قدام الناس اش هاد اللغه كتهضري بها كيما كتسمع وي لا هادشي دابا من الاخر جيني من الاخر مالك شنو المشكل المشكلة انك شوهتي بيا قدام العائلة ما تاكلش بزاف صافي مرة اخرى ما غنبقاش نمشي معاك نقول لك لا لا بزاف لا شوية الله يرحم باك لا نبقى يبارك لي حتى راسي وتنقري راني مدقداك الله راسي دارني حيت راسك دارك راه تعصبش انا قبيلة انا راسي دارني قبيلة 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 انا تفقست وصافي من قبيله كنقول واش نقول واش ما نقولهاش نقول ما نقولهاش وصافي صافي اخر مره يوسف مشو للدار تاكل بحال هكاك اخر مره غنمشي معاك لداركم كاع علاش ما تمشيش اخر مره ما نمشيش ما بغيتش صافي ملي ياك محشم بك محشم بك ما نمشيش معاك نبرك في داري داري نبقى مرتاح انا كنطيب لك ما كدير ما طيبهاش لك واش انا كليت بزاف راه هادشي اللي كتقولي راه كليت بزاف وعيش من غمس فكا بغيت كتشوف فيا بغيت كتشوف فيا السيد والو ما بغاش يشوف فيا بغيت يشوف فيا باش 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 نغمزو والو عيب والله لا عيب واش نقول لك والله يسمح لك وصح الله يسمح لك اي تلقيتيني ما فيا اللي هضر داكدي دقدق تال غدا ونكملوا هذا الموضوع هذا نكون مركز معاك 100% ونكملوه دابا اليوم باغي نكمل هذا الموضوع انا اليوم باغي نكمل هذا الموضوع اليوم شويه وكنهضر معاك شويه وانت باك عيت الغدا نكملوا الموضوع لا انت شي بلان اخر من غير هاد شمن بلان ياك ماشي مقلب هذا شمن مقلب ولا قلب ولا شقلب وكنهضر معاك يا يوسف ما تخشيش بانك حشمتي بيا اليوم لا تقش وفي النعاس هو بعدي مني مقلب 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 عاود لا لا كلشي كلشي الحلوه عمر شي مقلب واش مقلب ولا بصح كنت تهضري مع قوه صافي صافي راه ديري شوف الطبلة من الصباح بقى حشمت بك كنت كنحشم بك شو هاك راني قاديت لك هادشي دابا حشمتي بيا كتاكل بالجالة وكون غير كليت بالجالة والله يتحشم عشان 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 المقلب ما فياش العظم غنطيح وكنضربتي لك بويلو وحقك وجات لي الكرشي بريك المخدة مخدة هادي شايل الهضره اللي كنتي كتقولي راه ماشي راه انت نشير بك على الحيط عرفتوا هذا المقلب دابا اليوم انا كدير لكم فلوق ديال العيد ما عرفتش واش حاط المقلب اليوم ولا نحط الفلوق اليوم كدير لكم سميتو كان جاي وكنقول واش نديرو ما نديروش نديرو خفتو مع هو غادي صايق لي يدير شي رياكسيون ماشي هذيك ونوليو ولي يولي محرم عليا الخرجه وانا كنت مشي شحال من حاجه بغا ناكل هذاك النهار كنت كبروفيت كنت كبروفيت خاف ندير هاد المقلب يطلع لي الدم يقول لي شوفي ما كاين لا ماكدو لا لا جد ماكدو المهم قلت مي كي غندخل الدار غادي نقول لي شوفي ما بقاش فرصه نقول لك فاش ندوي معاك ودابا راك حشمتي بيا قدام الدار اش بقى شي ما عنديش السوفل فيا الناس وعيان ومدقدق ولكن كنقول اشنو غادي نقول ليه باش نقنع قلت لي المراه قالت لي واش ما كطيبيش ماكله الماكله الدار بنيتي قلت لها اه كطيبه خالتي علاش قالت لي راجلك تبارك الله كلا مقلب 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 ضروري ضروري المقلب ضروري والله مقلبك ضروري في العيد في رمضان في الاجواء الايام العاديه الايام
حنا كنكونوا سالين هاد سيريت هاد المقلب هاد. برا ملي غنمشي معاك لداركم غنبقى ناكل غندير انا في المعقول. ومسكين الله حتى كيحشم كيبقى علي بابا كول ماما كتبقى علي كول كول هو واخا عمي واخا. انا كنبقى ناكل الصراحه. انا كنمشي للدار كنمشي للدار كنبقى ناكل هو ما وفي التبعصيص ولا وانا نكون شبعان ونبقى ناكل. يا الصراحه كنا مشينا ديك الساعه يلا فطرنا هنا لحت عليك العيال والله الا اصلا والله الا مدقدقه مع فاي نعسه معطله وفايقه بكر. يلا باي باي عليكم و نسوش لي لايك لي لايك خليو لي في لي كومونتير كتبوا لي كتبوا لي شي مقلب اخر حيت قعدوا لي صراحه كتبوا لي المقالب راه كنخليه ديما كنخلي ليا ديال الانستغرام كنخليه في صندوق الوصف. دخلوا عندي الانستغرام وصيفطوا لي المقالب باش نبقى نبيراطي لك الانستغرام باش نقراهم. لا مازال في التعليق ملي كتقول لهم راه كيكون عارف داكشي شحال من برانك ما كنبغيش نديرو حيت كيكون ديجا عارفوه. يلا باي باي عليكم ما نطولش عليكم الفيديو.